عليكم ومرحبا بكم خارج المطبخ. اليوم ما غادي يكون لا شي ثلاثه حاجه، غتكون دردشه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم بركه، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا رب العالمين. صراحه انا فرحانه بزاف 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 بزاف، خصوصا داك الفيديو الاخير اللي هو يعني فيلم قصير. للصراحة يعني الفكرة والإخراج والمونتاج كل شيء ديال راجلي، الله يخلي لي ويخلي لكم أزواجكم يا رب. الصراحة فرحت بزاف، الكلامكم الطيب وتعاليقكم الزوينة بزاف، وعد يعني الكم ديال الرسائل اللي جاوني. بزاف ديال الاخوات قالوا لي يا امونيا علاش ما ديريناش بحال هاد الافلام، يعني اللي فيها نفع والاستفاده. وانا بغيت الراي ديالكم، وشنو بغيتو؟ بغيتوني ندير طبخ اكثر، ولا بغيتوني ندير الافلام يعني القصيره؟ يعني شنو رايكم؟ ورأي ديالكم تهمني بزاف 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 بزاف. واش غنقول لكم؟ يعني الصراحه الرسائل اللي جاتني فرحتني بزاف بزاف بزاف، يعني كتر ما تصوروا. و ما كنتش عارفه غيجيني هاد يعني هاد الاقبال الكبير ديال الرسائل، يعني من غير الفيسبوك حتى كان رسائل خاصه. هذه حاجه. كاينين شي مسائل اخرى بغيت ندويها معكم. كاينين شي بعض الاسئله اللي تجيني، بحال مثلا مونيا علاش ما تديريناش الروتينات؟ بالنسبه لي يعني كاينين شي حوايج اللي ماشي مهمين، بحال كيف انظف ثلاجتي ولا البلاكار ولا ما نعرف شنو. بالنسبه لي هادشي ماشي مهم، يعني بالنسبه لي داكشي بديهي جدا. الا كانت شي فكره مزيانه ولا مثلا شي حل لواحد الحاجه حنا ما عارفينهاش، اوكي. اما بحال هاد الحوايج كلشي تيعرفها وكلشي تيتعلمها، ويعني ما كاين علاش. انا تنهضر شخصيا ليا انا، انا ما تنهضرش على الاخوات الاخريات. عاوتاني كاين تقولوا مني علاش ما تحطيناش بزاف ديال الوصفات؟ بغيت نقول لكم بانه راه ما عنديش هي اليوتيوب، مع العلم انه اليوتيوب اكتسبت منه بزاف ديال الصديقات. يعني كان تعرف معاكم كانت احلى حاجه وقعت لي في حياتي صراحه، يعني بيني وبينكم. غير هو يعني ما عنديش هي الوقت اليوتيوب، عندي الوقت يعني حتى العمل ديالي يعني الشغل والحياه الزوجيه، عاد النشاطات. يعني هادو هما الحوايج اللي زعما بحيت انا تنعطي كل حاجه حقها. وحاجه اخرى اللي بغيت نشير ليها، وكنت قلتها الصراحه شحال هادي، ولكن محيت الفيديو. يعني علاش ما عنديش الفيديوهات بزاف في القناه؟ يعني ما غاديش نوصل؟ لا، يعني مادام انا تندير واحد الحاجه اللي غادي تفرحني، شي حاجه اللي غادي تعجبني وتعجبكم نديرها. اما الا شفت شي حاجه اللي غادي تحس بالملل ما نديرهاش. وانا غاديه دقه دقه وبشويه بشويه وبخير. يعني انا ماشي شي وحده اللي يعني بغيت نبقى ديما ندير نفس الحاجه ونقول وندير يعني اي حاجه باش نربح الفلوس ولا ما عمر شي واحد يدير شي حاجه مثلا يقول لك لا خصني نتنافس وخصني ندير هادي، لا خصني نجيب المشاهدات، خصني نربح الفلوس علاش تكون احسن مني. هذوك راه ما عمرهم حتى يوصلوا، ثقوا بيا. يعني غادي يوصلوا واحد النهار هكا يعني الفوق، وديك الساعه غادي يهبطوا لتحت. انا ما بغيتش نكون هكا، انا بغيت هي بشويه بشويه حتى نوصل. وكما قلت لكم يعني ندير شي حاجه اللي تعجبني واللي عارفها غادي تعجبكم هي اللي غادي ندير. وانا ما زربانش، لانه اصلا هذا اليوتيوب هو الهوايه.
يعني باش نكونوا واضحين. وبغيت نقول بعض اليوتيوبرزات المهم بدون ذكر الاسم ديالهم، انا ما تنتنافسش معاكم وما بغيتش نتنافس معاكم، وانا ما تعجبنيش التنافس. الا بغيت نتنافس غادي نتنافس مع راسي، ما غاديش نتنافس معاكم نتوما اليوتيوبرزات، لانه اصلا داكشي اللي بغيت نديرو نديرو لراسي ونديرو للناس اللي يعني من غير اليوتيوبرزات. انا تنشوفهم كاينين اليوتيوبرزات اللي تعجبوني الصراحه وتنبغيهم وتنتفرج فيهم، وكاينين اللي هما صحاباتي تنتفرج فيهم يعني بكل يعني بكل فرح، ولكن ما ننافسهمش. علاش؟ بالعكس خصني نشجعهم. لا كاينين شي يوتيوبرزات تيديموغاليزيوك وتنقلوا منك، يعني بلا ما نذكر عاوتاني الاسم، تتنقل منك بالحرف الواحد وتتشوفي تتقول لك راه هي تتنقل مني وكذا 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 وكذا. المهم بحال هاد المسائل انا صراحه ما تعجبونيش وما عندي غرض. حتى انا المساله انا راه الفلوس اليوتيوب تدخل الفلوس، كاينه القضيه تدخل الفلوس، ولكن الا ما كنتيش درتي هاد الحاجه عن حب راه واخا تربح ما عرفتش شنو، ما غتجي واحد النهار غادي تعيا وغادي تنزل ما غاديش يعجبك الحال، يعني انت ولا انت شخصيا ما غاديش يعجبك الحال. كما قال ستيف جوب، هاد مول ابل هذا مول التوب، خدم الخدمه اللي كتحب ما عمرك تخدم في حياتك. وبغيت نقول لكم البنات، شي هاد اليوتيوب راه ما ديالي ما ديالك ما ديال تحت، هاد اليوتيوب راه المفتوح لما المفتوح الفنانه المبدعين اللي تيعطيو. اما هادوك الخوان خاوي ف بلا ما يحتاجوا يديروا اليوتيوب، يعني بكل صراحه كاينين بعض البنات بحال الا تيقولوا راه اليوتيوب ديالي لا ما خصهاش تفوتني لا ما خصك، راكم على حاله. فكري انت اشنو بغيتي تعطي للناس، فكري انت اشنو بغيتي تبدعي، بدعي شي حاجه. رابع تختار تنشوف شي حوايج، يعني اش غنقول لكم، يعني تنقول حشومه كاع عيبوها. بحال مثلا انا درت ما غير مثلا هي بين قوسين زعما خليت داري وراجلي وليداتي ومشيت بلا بيهم، يعني تتكون وحده دارت هذه الحاجه تتلقي الناس كلها تيديروها، يعني ما كاينش واحد الابداع فهمتي. بحال هاد الحوايج انا هادو صراحه طيعصبوني. بحال وحده دارت مثلا روتيني مع حماتي، تلقى كلشي روتيني مع حماتي وياك لاباس، بدعوا ديروا شي حاجه، ما تبقاوش تنقلوا كل حاجه كما هي، ديروا شي حاجه من عندكم. ايه كاينين مثلا شي حوايج اللي ما يمكنش يتغير، بحيث كاينين شي وصفات اللي ما يمكنش تحيديها، يعني هاد الحاجه هي اللي خصها تكون هي اللي خصها تكون. ولكن باش انتي تهزي مثلا واحد الوصفه ديال واحد الانسانه اللي هي بدعات فيها وخدمات، يعني ماشي نفس داكشي اللي زعما موافته ديالها الاخرى تجي انتي تسرقيها وتقولي في الاخر راه هذاك من ابداعي، راه حشومه عيب وعار وتلقاوها بزاف. انا ما تهمنيش الصراحه عدد ديال المشاركات، واخا يكون مليار ولا ما عارفه شنو، انا الصراحه فرحانه بعدد المشاركات اللي عندي 4000 وشي حاجه، فرحانه بهم بزاف بزاف، لان كل مشتركه عندي راه بالنسبه لي هي 5000 مليار بالنسبه لي انا، ما نكذبش عليكم. لحقيتاش الا درت شي حاجه تنديرها بحب وفرحانه بداكشي اللي تندير، وما ندمانش على اي حاجه حطيتها، لانه تنحب الخدمه اللي درت وانا فرحانه بداكشي، ما نكذبش عليكم. يعني ما غاديش نقول لكم لا هادشي اللي درت وما عجبنيش، لا اي حاجه درتها الا وانا راضيه عليها بصراحه. والحمد لله الحمد لله، لانه انا ما عنديش مع التقليد الاعمى، هذا خصكم تعرفوا التقليد الاعمى ما عنديش. تنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله، وتنتمنى تقولوا لي الراي ديالكم، لان الراي ديالكم تهمني بزاف 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 بزاف. ونتلاقاو في فيديو تاني باذن الله تعالى، احبكم في الله، سلام.